سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. هو واحد من مجموعة قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة، واحد من الأسماء الجهيرة في الفكر الديني منذ شبابه، وهو يحمل راية الدين والقيم الروحية يشق بها الطريق وسط عالم مادي موغل في المادية، وهو خطيب يستحوذ على الجماهير بطلاقة لسانه وسحر بيانه، وهو متحدث يتدفق كالشلال نافرا المعرفة والأدب والتحليل والدراسة ومثبتا للإيمان في النفوس. عمل وزيرا للأوقاف ومديرا لجامعة الأزهر ومديرا لمعهد الدراسات الإسلامية، فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري. أهلا وسهلا. أهلا أخي طاهر، مرحبا بك. تتكرم فضلتك، هل الباقوري نسبة إلى بلد اسمها الباقور ولا نسبة إلى العائلة ولا إيه؟ قبل الحديث لابد أن أقدم لك شكرا على هذه التقدمة، التزاما لأدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وليس هناك معروف أجل من هذه الأوصاف الكريمة التي خلعتها علي، وأنا أرجو الله أن أكون أهلا لها، فشكرا لك. ما وفيتك إلا بعض حقك. شكر الله لك وبارك عليك. فأما الباقوري فهي نسبة إلى باقور، قرية فقيرة كثيرة العدد، يختلط فيها المسيحيون بالمسلمين منذ أقدم العصور من أعمال محافظة أسيوط، تسمى باقور. والعادة عندنا، وقد كنت بدأت حياتي الدراسية في معهد أسيوط الديني، أن كلمة أحمد حسن أحمد عبد القادر البدوي كانت طويلة، فلا بد أن تقتصر، فكان منا من يسمى الباقوري ومنا من يسمى الديروطي والدشلوطي والسهاجي على وزان المراغي والحلوجي والشبيني وما إلى ذلك. كلها نسبة إلى أسماء البلاد. كلها نسبة إلى أسماء البلاد، وهي سنة قديمة عربية أصيلة معروفة. نعم. أي حسنا، يعني ربما كان في وجودك من الصغر في بلد يختلط فيها المسلمين بالمسيحيين ويتعايشوا في سلام، ربما كان لهذا أثره فيما تتحلى به من فضيلة التسامح ومن سعة الصدر ومن انفتاحك على الدين والدنيا معا ومن حبك للأديان جميعا وعدم تعصبك لشيء معين بذاته. سيدي، هذه في الحقيقة نظرة طاهرية، لما ما عدوت ما في نفسي فعلا. عفوا وشكرا. فوجودي في الحقيقة في هذه القرية المتسامحة لا فرق فيها بين المسلمين والمسيحيين جعلني أنشأ أقرب ما أكون إلى التسامح، وأقسم التعصب إلى قسمين، أسمي أحدهما التعصب للعقيدة، وأسمي الآخر التعصب في ظل العقيدة. فالتعصب للعقيدة يعني أنك تؤمن بعقيدة وتلتزم حدودها وآدابها، والتعصب في ظل العقيدة أن تتعصب ضد الآخرين لمجرد أن تضطهدهم أو تزعجهم أو تنتفع من وراء هذا التعصب. وأقرر لنفسي وللناس دائما أن التعصب للعقيدة فضيلة، وأن التعصب في ظل العقيدة رذيلة.
عظيم. بمناسبة حديثنا عن التسامح وما تتحلى به من سماحة الروح، وأنا إنسان أعلم أن الدنيا أقبلت عليك وأن الدنيا في لحظة أخرى أدبرت، فيا ترى كان إحساسك إيه تجاه الدنيا كرجل دين تأتيك مرة مبتسمة وتأتيك مرة عابسة؟ والله يا أخ طاهر، حقيقة هذا حديث طويل يستطيع المرء أن يلخصه في كلمتين. الكلمة الأولى أن النعمة محنة كالنقمة تماما، فكما أن احتمال النعمة ممكن أن ينقلب إلى نقمة، فإن احتمال النقمة ممكن أن ينقلب إلى نعمة. فأنا تلقيت إقبال الدنيا علي نعمة أمتحن بها، وتلقيت إدبارها عني نقمة أمتحن بها، وكنت أستعين الله في الحالين فأنجاني الله في الحالين، والحمد لله رب العالمين. يا سلام، كلام جميل جدا حقيقة. طيب نخرج الآن من قرية البقور اللي أنجبتك، ونأخذ يعني مسار مع هذه الشخصية الفريدة منذ الطفولة حتى الآن في وقفات خاطفة في مراحل سريعة. كيف وصلت إلى ما أنت عليه الآن؟ يعني لمحة عن تاريخ حياتك. والدي رحمه الله كان رجلا متصوفا، وكان إمام مسجد في قريتنا، وكان يجمع إلى إمامة المسجد احتراف التجارة والزراعة معا، وكان ناجحا في الأشياء في الفروع الثلاثة من فروع الحياة، غير أن بعض الظروف القاسية ألمت به في أخريات حياته رحمه الله ففقد ثروته، فكان للنعمة التي نشأنا فيها أثر السيادة، وانقلاب النعمة إلى بؤس وشقاء جعل هذه المعاني تهذب عاطفة الغرور التي ورثناها عن حياة الترف. فاجئنا في حال متوسطة وخير الأمور أوساطها، والحمد لله رب العالمين. وعلى ذلك بدأ والدي يبعث بي إلى معهد أسيوط الديني، وكانت مدة الدراسة في معهد أسيوط الديني قسمين، قسم ابتدائي وقسم ثانوي. مدة الدراسة في القسم الابتدائي 4 سنين، نصل بعدها إلى ما يسمى الشهادة الابتدائية الأزهرية، ومدة الدراسة في القسم الثانوي 5 سنوات. فأنا بدأت أتلقى العلوم الدينية في معهد أسيوط، وظفرت بالشهادة الابتدائية بعد 4 سنين. وكانت حالة والدي المالية قد تضعضعت، فرأيت أنني أساعده بأن أختصر القسم الثانوي، فبدلا من أن أقضي في القسم الثانوي 5 سنوات أخذتها جميعا في سنتين. يا ما شاء الله، وفرت 3 سنين فعلا. وكفأك والدك على هذا؟ رحمة الله عليه، كان يدعو لي وأنا أعيش في بركات دعواته. بعد ذلك جئت إلى القسم العالي في الجامع الأزهر نحضر الدروس على الحصير. سنة كام يا سنة فضلت الأستاذ؟ 29. كنت مغترب؟ نعم، كنت مغتربا جدا في القاهرة لأمرين. الأمر الأول أنني لم يكن لي أحد قط أعرفه في القاهرة، والأمر الثاني رقة الحال تجعلك تغترب مرة. ده أكبر غربة. أو أكبر غربة، وهذا وفعلا في أدق الأمور هي فعلا أنك إنسان إذا اغتربت ومعك مال فأنت غريب مرة واحدة، فإن كان يعوزك المال أو بعض المال فأنت غريب على قدر ما يعوزك المال. يا سلام. فأنا كنت في هذه الفترة غريبا من جانبين، غريب لأني غريب، وغريب لأن دخلي من المال كان قليلا،
وأذكر أنني قد استعنت بأنني بدأت أولى خطواتي في القاهرة في القسم العالي من الأزهر، فاشتغلت مصححا في مطبعة بقرش ونصف قرش في اليوم. يا سلام. نعم. وكان في سنة 29 و30 هذا القدر يكفي، قرش ونصف قرش، إلى جانب 4 أرغفة نأخذها من الجراية في الجامع الأزهر، والقرش والنصف القرش يعني يعين على إدام ولا شيء وراء ذلك، بعض الفول النابت ما وما إلى ذلك والطعمية النابت وكان فيه راجل فاضل كان صاحب مطعم فول ممتاز اسمه طه حسين. يا سلام. نعم، وهذه من المفارقات، طه حسين الوزير الأديب الكبير وطاع حسين المدمساتي الطعمياتي الممتاز أيضا. فيبدو أن الاسم ده ممتاز حيث كان. يا ترى كان طاع حسين الأديب بيأكل الفول عند طاع حسين؟ أي نعم الفول؟ لا شك، وله فيه ذكريات. وكتب عنه فيما كتب في بعض كتبه الصغيرة. ده مصادفة ظريفة جدا. طب يا ترى في هذه الفترة، أولا فترة إقامتك في بلدتك الباقور وفترة إقامتك في الأزهر وحياتك الأولى مع الطلبة، في هذه الفترة ونحن في شهر رمضان المبارك وهو شهر يمتلئ بالذكريات وخاصة ذكريات الطفولة، يا ترى ممكن تقول لنا إيه أهم الذكريات اللي راسبة في نفسك منذ الطفولة عن شهر رمضان؟ الحقيقة هنا صورة ينبغي أن توضح. صمنا رمضان في سنة من السنين والحر كان فيها في غاية الشدة والثقل، وبحكم أنني طالب في المعهد لما أجاوز 12 من العمر ظمئت ظمأ شديدا، وشق على نفسي أن أفطر لأني طالب في المعهد، وشق على نفسي أن أصوم لأنني غير قادر على احتمال الحر والجوع والظمأ، ولذلك أفطرت متخفيا. ومن هنا فهمت السر الحقيقي في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في أنه يكره دينا للإنسان وهو دون التكليف أن يصوم، وعللوا ذلك بأن على ولي أمر الصبي أن ينهاه عن الصوم وهو صغير لأنه قلما يصدق، فإذا نشأ ملتزما الصوم فإنه لا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يجاهر بالفطر فيضطر أن يكذب، فمن الخير أن ينشئ الوالد ولده على الصدق، فلذلك وجب أن يمنعه من الصيام. لنظرة حكيمة بالفعل. طب سن التكليف كام يا فضيلة الأستاذ؟ يعني 16-17 أو أمارات الرجولة. يعني لكن في 12 ما صعب جدا أن يكون الإنسان إلا إذا كان عربيا أصيلا يعيش في جزيرة العرب وما حواليه، دي مسألة أخرى. فهنا يستطيع أن فهنا يتحمل. يستطيع يعني أن يتحمل. يعني مسألة نسبية. مسألة نسبية. يعني ما فيش سن معينة، إنما على حسب البيئة والظروف. على حسب البيئة والظروف. طب إن لم توجد علامات البلوغ فقد قدروها أظن 18 سنة. أي. طيب يمكن ده بيجرنا، ولو إن إحنا بنقطع مسار طريقك حتى وصلت إلى ما أنت فيه الآن، بس بيجرنا إلى نقطة نحب أن نقف عندها لحظة، وهو هذه النقطة هي أن الدين يسر لا عسر. حق. وهذا المثال اللي تفضلت به سيادتك هو مثال واضح الدلالة على أن الإسلام لا يكلف الناس فوق طاقتهم. فهل نستطيع أن نجوس خلال أحكام الإسلام في جولة سريعة نقتطف منها بعض الثمار الجنية لهذا الحكم الفريد وهو أن الدين يسر لا عسر؟ الإسلام في الحقيقة يعني يحتاج إلى عقول كبيرة تفهمه، وأنا بقول دايما إن الإسلام أكبر من أهله، ولعل الذين يقرؤون القرآن الكريم ويقفون عند الآية الشريفة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم،
يستشعر أن احتمال أمانة الإسلام أمر شاق، حتى إن الآية لتشير إلى أن من الممكن أن يتولى أهله عنه، وأن هناك قوما من الناس أحق بما فيه من معان كبار ومن آفاق فسيحة. يعني على سبيل المثال، وهذا كلام يعرفه الذين يطالعون أمهات الكتب في الإسلام، فيقولون إن الله تعالى لم يحرم شيئا على الإنسان إلا وأحل مثله مما يقوم مقامه. قالوا حرم الله الربا وأحل البيع، وحرم الله الزنا وأحل الزواج. عظيم. طب فضلت الأستاذ، سيادتك وصلت بنا إلى مرحلة الأزهر، وكنا بنتكلم على ذكريات رمضان. يا ترى في حي الحسين، وهو الحي المواجه للأزهر، كنت بتسمع المنشدين وفي رمضان والمقرئين، وكان بيعجبك مين في هذا الزمان من أصوات المقرئين والمنشدين؟ أنا لم أكن فقط أحضر المسجد، ولكن كان حول المسجد الحسيني حلقات للذكر، فكنت أذهب إليها وأذكر فيها مع الذين يتمايلون ذات اليمين وذات الشمال، وكان من أحسن الذين يسترعي صوتهم آذان الإنسان قوة وجمالا المرحوم الشيخ علي محمود. ولم يكن المرحوم الشيخ علي محمود في ذلك الوقت رجلا مجرد منشد، ولكنه كان رجلا يمتاز بعاطفة عميقة في نفسه كمتدين يحليها الصبر، وكان في مولد سيدنا الحسين يقف نفسه على الإنشاد، ويقف صوته قرآنا وغناء ومدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه فضائل، لكن فضيلة الفضائل فيه أنه كان يشارك في إحياء ذكرى مولانا الحسين إلى جانب صوته هذا بماله، فكان يطبخ ويذبح، وكان له ولد وحيد. وذات يوم سقط هذا الولد في الحلة الكبيرة اللي فيها الخروف فمات. يا سلام. ومع ذلك فإن صبر الرجل وإيمانه رضي الله عنه لم يمنعه من أن يجيء إلى مسجد الحسين فيقرأ القرآن نفسه، ويقول الذكر نفسه، وينشد الأغاني التي كان ينشدها قبل أن يموت ولده هذه الميتة المتعبة المزعجة. فهذه من أعجب الذكريات لمشهد سيدنا ومولانا الحسين رضي الله عنه في أيام رمضان. يعني مأساة تصلح موضوع قصة غريبة. نعم حق. هذا حق فعلا، وحبذا لو كان كتابنا يتتبعون مثل هذه الأحداث في تاريخ أمتنا، بدلا من أن يلجأوا باستمرار إلى المعاني الرخيصة التافهة التي لا هم لها إلا الإثارة، التي تدمر الشعوب بغير داع إلى هذا التدمير، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الاعتصام بمكارم الأخلاق. يا السلام يا نسيم، لضباء الهمة ووادي سلام، ثم بلغ غموتك
ولعل الزمان يسمح طيب بعد فترة الأزهر سارت بك الحياة في أي طريق؟ بعد فترة الأزهر كانت هناك لنا طريق من طريقين. الطريق الأولى أعني بعد ما ظفرت بالشهادة العالمية كان هناك طريقان. الطريق الأول إني أخذ شهادة التخصص 3 سنين فوق 12 سنة، يبقوا 15 سنة، وأتخرج من الأزهر لكي أتقاضى 297 قرش ونصف مرتبا شهريا إن وظفت في الأزهر مدرسا. الطريق الثانية أن ألتحق بمدرسة كانت تسمى مدرسة الصيارف، وكان الذي يتخرج من مدرسة الصيارف يتقاضى في الشهر 6 جنيهات وحمار يطوف عليه نعم في القرى. مش بيتقاضى حمار؟ ما هو برضو يتقاضى حمار، هم بيصرفوا له حمار، ما الحيكوت القرى ازاي ده إذا ما رمي به في القرى. فأما إذا كان من حسن حظه أو له واسطة ليكون موظف في القاهرة وقل من كان كذلك، فإنه يبقى مدبر له الأمر أن يركب الترامواي أو يركب الأتوبيس أو يمشي على قدميه على أن يدق الأبواب لكي يتقاضى أجرة الشقق اللي كانت تؤجرها وزارة الأوقاف وما إلى ذلك، أو يحصل الضرائب أو شيء من هذا. فكان لي زميل هو أخي وصديقي المعار الآن لجامعة ليبيا الإسلامية الأستاذ الشيخ يوسف حسن عمر، كنا معا في فصل واحد، فاتفقنا على أن نلتحق بمدرسة الصيارف، لأننا إذا التحقنا وتخرجنا منها تقاضى كل واحد منا 6 جنيهات، أما إذا بقينا في الأزهر والتحقنا بقسم التخصص فإننا سوف نحصل شهريا كل واحد منا على مقدار 3 جنيهات تنتهي في آخر الأمر إلى 297 قرش ونصف. وتقدمنا فعلا بأوراقنا، شهادة العالمية وشهادة ميلاد وشهادة بحسن السير والسلوك. تصور شهادة حسن السير والسلوك يتقدم بها إلى مدرسة الصيارف حامل شهادة العالمية من الأزهر. ده مهزلة. كان يومئذ على رأس الأزهر فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ الظواهري شيخا للجامع الأزهر، وكان الرجل رجلا فاضلا طيبا دينا حريصا على كرامة العلم والإسلام، ولذلك اتصل بوزير المالية يومئذ ورجاه أن يقفل الأبواب في وجوه المتخرجين من الأزهر حتى لا يدخلوا مدرسة الصيارف على هذا النحو المهين. وفعلا استجاب وزير المالية وأقفلت المدرسة، وكان حزننا بالغا أنا وزميلي لأننا قد حرمنا الالتحاق بمدرسة الصيارف، واضطررنا آسفين أن نلتحق بقسم التخصص، فهو التحق بقسم النحو والصرف وأنا التحقت بقسم البلاغة والأدب في كلية اللغة العربية، وبهذا حصل هو على الدكتوراه أو شهادة التخصص في النحو والصرف، وحصلت أنا على الدكتوراه أو شهادة التخصص في البلاغة والأدب، وإن كنت أكره أن أدعى دكتور وأوسر أن أدعى أستاذ أو شيخ. لكن سيادتك تحمل شهادة الدكتوراه. نعم، هي موازنة تماما مرتبا وكفاية وتقويما. نعم، تقويم العلم بتاعها. قيموها أيضا من ناحية المرتب والعلم بأنها تعادل الدكتوراه. بعد ما تخرجت من الأزهر
حين تخرجت من الأزهر بعد التخصص حدثت أحداث ضخمة، وعلى ذلك بدأت أولى خطوات حياتي مدرسا في المعهد الذي تعلمت الذي في معهد القاهرة أو المعهد الأزهري في القاهرة، فكنت مدرسا في معهد الأزهر المزهري في القاهرة، وظللت كذلك مدرسا في هذا المعهد، ثم انتقلت إلى كلية اللغة العربية، ومن كلية اللغة العربية عينت شيخا لمعهد المنيا التي اسمها العربي الأصيل منية بن خصيب، فظللت فيها. معلومة تاريخية صحيحة. نعم، أصل المنيا، المنيا هكذا اسم ليس صحيحا نطقها على هذه الصورة، إنما النطق الصحيح لها المنية أو منية بن خصيب. ده واحد عربي أصيل قرشي كان يعيش في تلك البلد في هذه المنطقة ويحكم هذا الإقليم، فسميت المدينة على اسمه، وهي من أرق المدن وأظرفها وأدلها على الذوق العربي الأصيل حين تجتمع فيه البداوة إلى الحضارة. يعني ده سند لهذه الواقعة أيضا. نعم، كذلك لا شك الذي يذهب إلى المنيا يرى فيها نفحات الذوق العربي الذي يجمع خاصة البادية إلى رقة الحضر. بعد المنيا أنا وليت شيخا معهد المنيا سنة 51، وفي 7 سبتمبر سنة 1952 اختارتني ثورة يوليو سنة 1952 وزيرا للأوقاف من مشيخة معهد المنيا أو منية بن خصيب. يا ترى فضيلة الأستاذ اشترك في ثورة الأزهر أو شهد ثورة الأزهر سنة 19؟ لا، لما أكن أولا لم أكن في القاهرة، وإنما كنت في الأقاليم كما قلت في معهد أسيوط طالبا ابتدائيا لا يعي من هذه الأمور شيئا بالصورة التي يمكن أن تكون في عصرنا الحاضر، ولكن الصورة التي لم تفارق ذهني أنني شهدت بعض مظاهر هذه الثورة بعد أن عاد الزعيم سعد باشا زغلول وزملائه سينود حنة ومن إليهم ممن اشتركوا معه في الحركة الوطنية، وجاءوا إلى أسيوط فأقيمت لهم الاحتفالات، وكان في من حضر في ذلك الوقت المرحوم محمد نجيب الغرابلي أول وزير للأوقاف وأصغر وزير للأوقاف، وكان شاعر الحفل الذي أقيم تكريما لبعض الذين أفرج عنهم ممن كانوا قد نفوا مع سعد باشا زغلول ومنهم سينوت بيك حنة. أذكر من هذه القصيدة التي وزعوها علينا لنحفظها 3 أبيات: وقف محمد نجيب باشا الغرابلي رحمه الله يقول فيما قال من قصيدته: موسوي عيسوي مسلم كلهم في النهضة الكبرى سواء، سائل المدفع إن شئتم فهل ميز المدفع بين الشهداء. يا سلام، جميلة. فهذه الصورة التي تبقى في ذهني وبقيت في ذهن كل الذين كانوا معي في مثل سني، وبعد ذلك لما كبرنا أدركنا قيم تلك الثورة وأدركنا عدة أمور، أهمها أن بلدنا متسامح تسامحا كاملا، وأول ذلك هذه القصيدة اللي فيها موسوي عيسوي مسلم، والطريف أنه لم يقل صهيوني، لأن هنا فرقا بين الموسوي الذي هو نبي لله لا يسعنا كمسلمين أن ننكر نبوته، وبين الصهيونية التي هي مذهب سياسي متطرف. فبقدر ما على المسلم الصادق أن يؤمن بموسى نبيا لله، عليه أن يقاوم فكرة الصهيونية الجشعة التي تطمع في بلاد العرب والمسلمين. فضيلة الأستاذ، في هذا العالم المضطرب المشحون بالمتاعب والقلاقل والثورات والحروب والمتاعب والضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية
وهذا العالم الذي تحلق فوق رأسي القنابل الذرية والهيدروجينية. هذا العالم في حاجة إلى الخلاص. هل يستطيع العالم الإسلامي المتنور المعاصر الذي يعيش عصره أيضا ولا يعطي ظهره لعصره، هل يستطيع مثل هذا العالم أن يقدم لهذا العالم الدين الإسلامي باعتباره حلا لمشكلات العالم وحلا لمشكلات الفرد الذي ينوء بثقل المدنية فوق رأسه، وكيف؟ سيدي، بغاية الصراحة والصدق والإخلاص، وأنت حر في أن تنشر هذا أو تزيعه أو لا تنشره ولا تزيعه، الإسلام واسع سعة لا يتصورها إلا الذين يقرؤون ويدرسون التاريخ ويعرفون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين، فالدين الذي جاء به صالح لكل زمان ومكان، وهو وحده العلاج، وهو فيه وحده الحل لكل المشاكل. ولست أنا الذي أقول هذا، ولكن علماء الغرب المنصفين منهم يقولون بإجماع هذه الكلمة، إن الإسلام هو الدين الفارد بالقدرة على إيجاد الحل لمشاكل الإنسانية المعقدة، بشرط أن واحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولكن لا بد من مدرسة تتبع هذا الواحد، ولا يمكن أن يجني هذا الواحد أو هذه المدرسة ثمار أعمالهم إلا بعد مدى طويل. هذا شرط أول، لابد أن يوجد فرد مستنير يربي من حوله مدرسة، بشرط أيضا أن تكون هذه المدرسة مكفولا لها الحياة، بمعنى أن الحاكم أو المصلح يظاهره لكي ينفي عن المجتمع القلق والإزعاج في حدود المعنى الإنساني الكبير. يعني سيادتك يعني تتطلب وجود فرد مؤمن، ثم مدرسة، ثم مناخ مناسب، ثم منهاج يستطيع أن يجده في الإسلام يساير كل المعاني التي تطلبها الحضارة من الإنسان في نطاق مما ينفع ولا يضر، ويبني الرجولات ولا يفسد الرجولات. العالم يحتاج أول ما يحتاج إلى الدين، وما لم يتدين تدينا صحيحا ينطلق منه إلى الإيمان بالله رب العالمين، سوف يتدين تدينا زائفا يعبد فيه البشر، يعبد البشر فيه البشر مثله، وعند ذلك تنتماع إنسانيته وتزول بشريته، ولا توجد الحرية التي منحها الدين للمتدينين. فبحكم أن الدين فطرة في النفس الإنسانية، لا بد للإنسان أن يتدين، فإما أن يتدين عن طريق حق يضمن له كرامته، وإما أن يتدين عن طريق زائف يزيل فيما يزيل من معانيه كرامته. فالقاعدة الأولى التي يضعها الإسلام وتحتاج إليها الإنسانية هي أن التدين في النفس الإنسانية فطرة. الأمر الثاني، تيسير التدين استبقاء لنعمة الدين، ومن الميسور جدا تيسير التدين بعدة صور، وما أكثر الرخص الذين يتتبعون الرخص يستطيعون أن يوجدوا نظاما يقوم عليه مع طول الزمن عرف معين، بحيث يكون الإنسان متدينا ومستمتعا بالحياة في الوقت نفسه بأقصى معاني طرق الاستمتاع المشروع، وذلك من طريق تيسير التدين. أعني بتيسير التدين تتبع الرخص، وما أكثر المسلمين والفقهاء الذين أوجدوا رخصا في الإسلام لا يكاد أحدنا يحلم بها، وإذا فكر فيها لا يكاد يقولها للناس. الأمر الثاني الثالث الذي تحتاج إليه الإنسانية، رفع التعصب القاتل للمعاني التي تفسد على الناس إنسانيتهم، وهي القاعدة الثالثة التي يعبرون عنها بأنها آفة المجتمع الإنساني التعصب الديني.
ونحن بحمد الله في الإسلام وفي المسيحية وفي اليهودية من حيث كانت دينا نستطيع أن نجمع بين أهداف موحدة تقوم على أصول خمسة يعترف بها الإسلام وتعترف بها المسيحية وتعترف بها اليهودية كدين. وهذه الأمور الخمسة يسميها علماء الأصول بالكليات الخمس، وهي احترام النفس واحترام النسب واحترام المال واحترام العقل واحترام الدين. فهذه القواعد الخمسة الخمس هي الأصول التي تتفق عليها الديانات جميعا. فإذا استطعنا أن نوجد جيلا من الناس أو عالما من الناس يحترم هذه الأصول الخمسة، فإننا نستطيع أن ننجو من آفة التعصب الديني في المجتمع الإنساني. يبقى بعد ذلك التعصب في المجتمع الإسلامي، وهو ما أشير إليه دائما بالتقريب بين المذاهب الإسلامية المختلفة، وهذا أمر أيضا ميسور ما دام كل ذي مذهب في الإسلام يؤمن بأن القرآن كتاب الله وأن محمدا رسول الله وأن القبلة كعبة المسلمين وأن القرآن كتاب الله. فإذا اتفقت هذه الأمور لأي مذهب فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. عظيم، حديث قيم الحقيقة وجامع. طب يا ترى هل مر عليك رمضان وأنت خارج مصر؟ نعم، مر علي رمضان وأنا في السودان، وأهل السودان أهل دين وأهل عاطفة وفيهم عروبة خالصة. وقد صمت رمضان في السودان، وكنت أغشى موائد كبار القوم وعليتهم من رجال الدنيا ورجال الدين. ومن أحسن عاداتهم أنهم يتناولون في الإفطار طعاما في غاية الخفة أو شرابا خفيفا، ثم يظلون ممسكين حتى يصلوا العشاء، فإذا صلوا العشاء انصرفوا إلى العشاء. وبهذا تتحقق حكمة الصوم في عدم إرهاق المعدة بعد انقضاء يوم مجهد مجهود بالصيام بشيء يعطيها شيئا فشيئا رويدا فرويدا حتى تقبل بعد ذلك على الطعام إقبالا معتدلا. وصمت مرة ثانية في سوريا، صمت في دمشق وتنقلت فيها دمشق وحمص وحماة واللاذقية والقامشلي. كنت مع إخواني نتجول في جبل العلويين وفي جبل الدروز وفي دمشق وفي حماة وفي حمص، وكانت هذه الفترة من أسعد أيام حياتي. وصمت رمضان أيضا في إندونيسيا حين كنت عضوا في مؤتمر باندونغ المنعقد في هذه المدينة في القطر الشقيق إندونيسيا في عام 1955. ثم ومن إندونيسيا انتقلت إلى الصين، فصمت أيضا في الصين حوالي 15 يوما. طب سيادتك قلت لي أنه في فترة سباق كنت بتسمع المرحوم الشيخ علي محمود، يا ترى الآن تحب تسمع مين من المنشدين أو من المقرئين؟ مين الصوت اللي بينفذ إلى وجدانك ويحركك؟ يعني أنا ينفذ إلى وجداني ويحركني الصوت بشرطين في القرآن: أن يكون صوتا جميلا أو حلوا كما يطيب لبعضهم أن يسمي، وأن يكون في الوقت نفسه متقنا لا يخرج. وفي مقدمة الأصوات التي يسعدني أن أسمعها صوت الشيخ المرحوم الشيخ الشعشاعي، فإنه صوت منبعث من أعماق الصحراء، وفي نفس الوقت صوت جميل تفهم منه وتعي عنه وتستمتع به. كذلك الشيخ محمد رفعت رحمه الله، ومن الأحياء كثير. إذا أحببت أن أعد لك الشيخ مصطفى إسماعيل، فهو من الذين يطيب للمسلم أن يستمع إليهم، وهو رجل متقن
للقرآن وذو صوت حسن، وهو يحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من فضيلة الأستاذ. أنت معروف بين المسلمين بأن نصيب الدين في أعماقك نصيب كبير، كما أن نصيب الدنيا أيضا نصيب كبير، فكيف تستطيع أن توفق بين الدين والدنيا؟ وبالتالي أريد أن أسألك عن رأيك في الغناء وفي المسرح وفي السينما وفي الموسيقى وفي كل مظاهر الحياة الحديثة. ما أيسر أن يستطيع الإنسان أن يوفق بين الدين والدنيا، والذي لا يذهب هذا المذهب لا يكون قد عقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما جاء به من رحمة الله للعالمين في الإسلام.
فإن الإسلام قد جمع الدين إلى الدنيا، حتى إنك لا تصلي والصلاة روح الدين، ومع ذلك تقرأ في الصلاة أخص خصائص الدنيا. تقرأ في الركعة الأولى مثلا آية الدين قانون المدني، وتقرأ في الركعة الثانية مثلا معركة حربية، لأن مفروض أن نقرأ أي آية من القرآن. نعم أي. فإذا استطعت أنك تلتمس هذا المعنى، فإنك تجد الإسلام قد مزج بين الدنيا والدين على صورة لا يمكن أن يفهمها إلا الذين يتدبرون القرآن الكريم كما ينبغي له أن يتدبر. شيء جميل فعلا. أما ما وراء ذلك من اللذائذ فيما تصل بالغناء والموسيقى والمسرح وما إليها، فتلك أمور لا يستطيع مسلم أن يضعها في منزلة الفواحش، وغاية الأمر أن يضعها في منزلة الصغائر. أعني أفترض أنها ذنوب، ولكن أحدا لا يجرؤ أن يقول مثلا إن الاستماع إلى ممثل في مسرح أو إلى ممثل في سينما فاحشة من الفواحش الكبيرة. فغاية ما يمكن أن يقال هنا إنه إزاي بس صغائر يا فضيلة الأستاذ، إزاي حتى نصل بها إلى مرحلة الصغائر يعني؟ أو هكذا أنا بيني وبين نفسي لا أقول حتى إنها صغائر، لأنها أمور أعمال مشرفة أصبحت معوانا على تهذيب المجتمع، ليست فيها مواعظ. نعم. فإذا أخذت أنا بأخذها من جانب الزي مثلا. الأزياء أحيانا بتبقى مثيرة وبتبقى خارجة مش عن نطاق الدين، تصبح خارجة عن نطاق الذوق الإنساني نفسه. لا يعني يبقى مش التمثيل نفسه ولا المسرح نفسه، وإنما الخروج بالعكس عن النطاق المألوف يعني، أو النطاق الفاضل فيه. الخروج على الذوق بس، وكل خروج على الذوق هو يعتبر في الحقيقة خروج على الدين، لأن الدين ليس إلا مجموعة أذواق. فأما الغناء فإن أهل العلم يقرؤون حديث البخاري وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع لجاريتين تغنيان في منى في حجة الوداع آخر حجة له عليه الصلاة والسلام. فالذي ينكر الغناء والذي يحرم الاستماع للغناء يكون قد أنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استمع للجاريتين تغنيان، وهذا لا يمكن أن يقول به مسلم. فضلت الأستاذ، ما هي الصلات الروحية والفكرية بينك وبين الإمام محمد عبده؟ الإمام محمد عبده في حقيقة أمره كان إنسانا مصلحا زعيما، ولو قدر له أن يجد لونا من التأييد يقوم به الحاكم له، لاستطاع الشيخ محمد عبده أن يجعل من المسلمين في ذلك الوقت قادة الدنيا، ولكنه لسوء الحظ كان يخاصم الخديوي، وكان الخديوي كما هو معروف صنيعة لجيش الاحتلال. ف الخديوي كان يحرض على الشيخ محمد عبده قصار النظر من الأزهريين، فكانوا يتهمونه حينا بأنه ملحد، وكانوا يتهمونه حينا بأنه إنسان رجل صالونات. وأذكر أن بعض الصحافة المصرية المأجورة للخديوي ولقصار النظر ولأعداء الحركة الوطنية حاولوا أن يأتوا بصورة له مع صورة سيدة أخرى، ويلصقون الصورتين جنبا إلى جنب، ثم يأخذون صورة لهما. وأعرفوا ويعرف المؤرخون أن الشيخ قد رفع له محامي قضية، وأنه كسب هذه القضية على اعتبار أن هذا لون من الزيف. فالشيخ عبده حين تقرأ له تفسيره لكتاب الله أو سيرته التي سير كتابه الذي كتبه في التوحيد، ترى إنسانا عربيا أصيلا كان يعتز بأنه سلالة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان الرجل واسع الأفاق
ولو كان الله تعالى قد قدر له الحياة لانتفع المسلمون به انتفاعا يبلغون به أبعد الآفاق. يعني هل تعتبر نفسك من تلاميذ الإمام محمد عبده؟ أنا لست أعتبر نفسي من تلاميذه، ولكنني أرجو أن أكون من الذين يحبون أن يكونوا من تلاميذ. يا سلام. فإن الرجل من الكبر والعلم والزهد والقرب من الله تبارك وتعالى والإخلاص للإسلام بحيث لا يرقى أحد فيما أعلم أو أقرأ إلى منزلته، رضي الله عنه وأرضاه. أنت خطيب وكاتب ومفكر ومتحدث يا رويدا يا أخي. لا والله حقيقة. باقي الشعر، فما هو حظك من الشعر؟ قلت شعرا كثيرا في الماضي، يعني بعضه موصول بالعاطفة وبعضه موصول بالمزاح الذي يشكو فيه الإنسان حاله أو يصف منظرا مضحكا أو كذا. وقلت شعرا موصولا باستحثاث الهمم أيضا. مثلا: يا رسول الله، هل يرضيك أن إخوة لله في الإسلام قمنا لا نهاب الموت، لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الفداء. يا سلام. وقلت في مناسبات أخرى كثيرة شعرا، أعتقد أن بعضه صالح للنشر وبعضه طوته الأيام فلم يعد صالحا لأن يذكر في هذا المقام. دعيت مرة إلى الهند باسم حكومة الهند للمشاركة في تنصيب سيدنا محمد برهان الدين سلطانا على طائفة البهرة. وطائفة البهرة بقية من بقايا الدولة الفاطمية في مصر، هاجرت إلى اليمن ومن اليمن إلى الهند وعاشوا في الهند ولهم لغة خاصة، والرجل رجل طيب. في هذا الحفل قلت قصيدة تحت عنوان منى ومواثيق. وقد كانت الطائفة جاءت إلى القاهرة واعتزت بسيدنا الحسين، وهم تراهم حين يجيئون إلى سيدنا الحسين ينسون أنفسهم فيبكون بكاء المحترق رجالا ونساء. فلما دعيت إلى هناك رأيت من الوفاء لذكرى هذا المعنى أن أقول قصيدة طبعتها لي جامعة الأزهر في كتيب صغير، وعلق عليه أخي الأستاذ الشيخ محمد نايل. أستطيع أن أقول لك بعضها وأن أهديك النسخة ذاتها لتكون تحت يدك إن شاء الله. ألف شكر. فيها: منى أصعبت ثم استلان عنيدها وبات بأطراف السمام بعيدها، تجلت كما لاحت لظمآن واحة، تغنت روابيها وضاعت ورودها، فهش لها شمل صديع وأمة، على الود للبغضاء قام عمودها، دهتها الدواهي بالخلاف فبلدت، وأمسى أخف المجد عبئا يؤودها، وليس لها إلا الوفاق على الهدى، وإلا طريف يرتضيه تليدها. رعى الله أنسالا لفاطمة الهدى، وبورك منها كهلها ووليدها، تنادوا إلى الحسنى، وجاءت وفودهم ظماء إلى قبر الحسين ترودها، وحول الشهيد الطهر أخصبت المنى، وقد رف واديها وأورق عودها، هناك تناجى بالمودة إخوة، وغادر أحناء الصدور حقودها، ورحنا جميعا في قلوب نقية مودات إخوان صفاء تقودها، إلى آخر القصيدة. شيء رائع الحقيقة. وهي لك مع هذا إذا شئت. أشكرك وهدية أعتز بها. طيب آخر سؤال لدي: خير المجالس في رأيك أي مجلس؟ خير المجالس ما قاله أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان
رحمه الله. أقصد بالمجالس المكان الذي يجلس فيه الإنسان. يقول: وكان رجلا عربيا أصيلا ميزه الله بدقة في الحس، فقال: خير المجالس ما اتدع فيه البدن وسافر فيه البصر. وهذا الوصف فعلا اتدع فيه البدن، اتدع فيه البدن يعني هدأ، أي جلس في دعة، جلس في دعة وراحة. وفي نفس الوقت صحبته الطبيعة البدوية أيضا، فلم يجلس وسط حيطان تمنع نظره أو بصره من السفر، ولهذا قال: خير المجالس ما اتدع فيه البدن وسافر فيه البصر. جميل، يعني يكون الواحد قدامه فضاء، يعني يريح صدره. نعم. وخير النساء، وخير النساء التي إن نظرت إليها سرتك، زوجة، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. وصدق رسول الله، فهذا هو الذي وصف به صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة، فقال: خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسه وفي ماله. وخير الكلام، وخير الكلام، وإن كان يناقض قولي هذا في هذا المجلس الطويل، ما قل ودل ولم يحتمل وجوها تنحي على صاحبها بسفساف الأمر وبسيئات الظنون. لا والله أبداً. من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وتحياتي واحتراماتي إلى الذين وضعوا ثقتهم فيك وأعطوك هذا الميكروفون لتنقل إليهم تحياتي وخالص موداتي وصادق رجائي أن يتولاهم الله بالرعاية والتوفيق، وأن يجمع كلمتهم على العمل الصالح الذي ترتفع به خسيسة أمتنا ويعتز بها ماضينا وحاضرنا إن شاء الله. ألف شكر، ونحن جميعا نعتز بحديثك ونعتبر أنه فعلا ما قل ودل، لأن كل ما قلته لا يزال أقل مما في نفوسنا وما نطمع فيه. شكر الله لك أخ طاهر، شكرا جزيلا. سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد.